بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنبدا موديول الماسكل وسكيلتون هان، وهنبدا بجزئيه المينرال ميتابوليزم بريزنتد باي دكتور سالي محمد الكفناوي، اسيستنت بروفيسور اوف ميديكال بايوكيمستري اند موليكولار بيولوجي فاكولتي اوف ميديسن نورثيا يونيفرسيتي. نقسم المينرالز into principal or macro minerals and micro minerals or trace elements. كلمة principal or macro minerals معناها انه الجسم بيحتاجها بمعدل يزيد عن 100 ملي جرام لكل دي، ودي اهمهم طبعا الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفورس والصوديوم والبوتاسيوم والكلورين والصلب. لكن المايكرو مينرالز او التريس اليمنتس فدي الجسم بيبقى النيت بتاعته بير دي بيكون اقل من 100 ملي جرام بير دي. دول اشهرهم طبعا الايرن والكوبر والزنك والمنجنيز والايودين والكوبالت والمولبدينيوم والسيلينيوم والكرونيوم والأرسنيوم. فهنبدا بالمايكرو مينرالز واهمهم او كلمة ماكرو زي ما اتفقنا دي معناها ان هي major or principal minerals. ودي not refer to its importance، يعني مش معنى ان هي ماكرو ان هي مهمة وان المايكرو مش مهمة، لا دي الاثنين طبعا مهمين للجسم، بس انا اللي بيحكمني هو ال recommended daily allowance او ال RDA بتاعها للجسم. الماكرو بعوزها كميات كتير من 100 ملي جرام للدي، لكن المايكرو اول حاجه في المايكرو طبعا اللي هو الكالسيوم. الكالسيوم لو جينا بصينا على السورسز بتاعته ممكن اخده في الاوبايل. طبعا اشهر سورسز هي الديري برودكتس زي الميلك والتشيز واليوجرت، وبرده بلاقيه في الليفي فيجيتابلز والجرين ليفي فيجيتابلز بيبقى موجود في كميات كويسه. بالنسبة للأبسورشن بتاع الكالسيوم 30% of ingested calcium بيحصل له أبسورشن من الـ small intestine especially from the upper portion of the small intestine. وفي فاكتورز كتير بتحكم الأبسورشن ده، عشان كده بنيجي هنا لسؤال مهم بيقول لي إنه مريض أو discuss إيه هي الفاكتورز اللي بتأفكت الكالسيوم أبسورشن. أول فاكتور طبعا هو الأماونت أوف كالسيوم إن دايت، لأن زي ما اتفقنا 30% أوف ذا انجستد كالسيوم بيحصل له أبسوربشن، فكل ما هيزيد الأماونت كل ما البيرسنت دي هتزيد. ده أول حاجة. تاني حاجة من الفاكتورز هي المغنيسيوم. المغنيسيوم بيعمل كومبيتيشن مع الكالسيوم فور أبسوربشن، بمعنى إن كل ما يزيد المغنيسيوم في الدايت كل ما بيعمل انهبيشن للأبسوربشن أوف كالسيوم أند فايس فيرسا. بعد كده من الفاكتورز برضه في البروتين أند دايت، لأنه كل ما زود البروتين أنتيك البروتين ده يحصل له ديجريديشن ويطلع لي أمينو أسيد، الجسم بيستخدمها في بناء بروتين اسمه كالبندين أو بنقول عليه كالسيوم بايندنج بروتين، ده مهم جدا علشان الأبسوربشن أوف كالسيوم. بعد كده في الفيتامين دي. فيتامين دي ده مهم لان هو بيساعد على السنسيتيف او بيزود ترانسكريبشن اوف الام ار ان اي بتاع الكالبندين، وبالتالي بيزود الكالسيوم ابسوربشن. في الباراثورمون او الباراثايرويد هرمون، وده من الهرمونز المهمه جدا لانه بيساعد على الاكتيفيشن اوف فيتامين دي، بيحوله للاكتيف فورم اللي هو 1-25 باي هيدروكسي كوليكالسيترول، وده الاكتف فورم اللي هيقوم بدوره بزيادة السنسيسيز اوف الكالبندين، وبالتالي بيزود الابسوربشن بتاع الكالسيوم. من ضمن الفاكتورز برضه هو الكالسيوم سوليبيليتي، يعني درجة ذوبان الكالسيوم في الجوس اللي موجود في اليومن بتاع الانتست. كل ما هتزيد السوليبيليتي كل ما هينهانس الابسوربشن، وطبعا كل ما هيقل السوليبيليتي ويزيد البريسيبيتيشن كل ما هيقل الأبسوربشن. فاكتورز بقى اللي بتحكمني في السوليبيليتي أو ممكن تأثر لي على السوليبيليتي الـ pH of the intestine. طبعا احنا عارفين إن الـ intestine
بيصب فيه البنكرياس جوس، فبتبقى الانتستاينال جوس او فلويد بيبقى مور اور ليس الكالاين. فكل ما تزيد الالكالينيتي بتاع البي اتش اوف ذا انتستين كل ما بتخلي الكالسيوم يترسبيتيت وما تحبوش ابسوربشن كويس، وده بيحصل في حالات الاكل والهايبريا. دي طبعا الكونديشنز اللي بيكون فيه ال HCL ما بيفرزش من الاستومك، ما بيعملش نيوترالايزيشن للالكالينيتي بتاعه البنكرياس الجوس، وبالتالي الانتستاينال فلويد بيبقى ال pH بتاعته عاليه قوي. واثناء التريتمنت بتاع البيستيك السر، لان برضه دي بتعمل شويه نيوترالايزيشن فبتعلي ال pH بتاعت الانتستين. فاكتورز دي بتقلل السولوبيليتي بتاعت الفلويد. من الحاجات اللي بتقللها برضه لو خدت كتير من الاوكزاليت او الفوسفيت او الفايتيت، دي اللي موجوده في السيريال، بتعمل نوع من الكالسيوم انسوليبل كالسيوم سولت، بتخلي الكالسيوم يحصل له بريسيبيتيشن جوه الانتستين، وطبعا بتهندر ايه الابزوربشن. برضو من ضمن الحاجات اللي بتزود البريسيبيتيشن اوف كالسيوم وبتقلل السوليبيليتي بتاعته وبتمنع الابزوربشن هو وجود الان ابزورب فاتي اسيدز، ودي بتحصل طبعا في حالات الجول ستونز او اللي هي البيليري اوبستراكشن، فما بيعديش بايل سولتس. فالبايل سولتس دي كانت هي الانسيفاينج ايجنت اللي بتساعد في الابزوربشن بتاع الفات، فبيفضل الفات في صوره ان ابزوربد، وبالتالي بتبايند الفاتي اسيدز الان ابزوربد للكالسيوم وتعمل له بريسيبيتيشن جوه الانتستاينال ليومن وتمنع الابزوربشن. كل فاكتورز دي بتاثر على الابزوربشن، هنقولهم تاني لان ممكن يجي سؤال مهم في الامتحان. فاكتورز افكتنج الكالسيوم ابزوربشن، نمبر 1 الاماونت اوف كالسيوم ان دايت، نمبر 2 الاماونت اوف مغنيسيوم ان دايت، نمبر 3 الاماونت اوف بروتين ان دايت، وطبعا فيتامين دي والباراهرمون اند الكالسيوم سوليبل. بيجي لي هنا تاني بيقول لي انه الكالسيوم المفروض انه 99% من الكالسيوم اللي موجود في الجسم بيدخل في السكيلتون، يعني في البون والسكيلتون، 1% ده اللي بيبقى ديستريبيوتد في الاذر تيشو وفي البودي فلويدز. البلازما كالسيوم ليفل النورمال بيبقى من 9 الى 11 ملي جرام على الديسيليتر. وبيقول لي هنا انه بيتقسم الى جزئين اثنين. الجزء الاولاني بنقول عليه اللي هو الايونايزابل كالسيوم اللي هو الاكتف فورم او الفيسيولوجيكال اكتف، وفي الجزء اللي هو النون ايونايز كالسيوم. الايونايزابل كالسيوم ده الاكتف فورم، ده نص الكميه دي اللي هي 4.5 الى 5.5 ملي جرام بير ديسيليتر، ده اللي هو الاكتف كالسيوم. وال 50 الباقيين برجع اقسمهم الى جزء نون ايونايز بيبقى بايند للسكريت اسمه كالسيوم سكريت، ده حوالي 5%، وفي جزء ثاني نون ايونايز برضه بس بيبقى باوند للبلازما بروتين، بيبقى ماسك في البلازما بروتين زي اشهرهم طبعا الالبومين. وكل طبعا نون ايونايز بيبقى نوت اكتف، لكن الفسيولوجيكال اكتف هو الايونايز كالسيوم. تمام؟ طيب من ضمن برضو المينرالز المهمة في المينراليزيشن اوف ذا بون او في السكيليتون هو الفوسفورس والمغنيسيوم. الفوسفورس فيري برودكت، هي برضو من الحاجات الميجر سورسز في الدايت للفوسفورس، وبرضو بيجي من الحاجات اللي هي الايه الليفر والكيدني والهيت، وبيجي من الفيش. الفيش دي فيري ريتش سورس اوف فوسفورس. على الجانب الاخر هلاقي ان المغنيسيوم برضو بيبقى موجود من الليبر والكيدني والهارت والفيش برضو والجرين ليفي فيجيتابلز. طيب الريشيو بتاعة الكالسيوم تو فوسفورس الايديال علشان يحصل ابسوربشن للاثنين ايديالي تكون نسبة 1:1. لو واحد فيهم زاد عن الثاني بيعمل انهبيشن ابسوربشن اوف ذا اذر منهم، علشان كده لازم يبقوا ايديالي بنسبة 1:1 علشان يحقق اعلى درجات الابسوربشن للاثنين. طيب بالنسبة للمغنيسيوم بيقول لي الفاكتورز افكتنج المغنيسيوم ابسوربشن، دي طبعا بنقول اللي هي الاماونت اوف مغنيسيوم ان دايت زي ما قلنا في الكالسيوم، بس بيقول لي هنا انه 40% من المغنيسيوم اللي بيحصل له انجيشن هو ده اللي بيأندر تو ابسوربشن. فطبعا كل ما هزود كمية المغنيسيوم اللي بيحصل لها ابسوربشن بيحصل لها انجيشن، كل ما هزود كمية المغنيسيوم اللي هيحصل لها ابسوربشن. تمام؟
برضو من الفاكتورز اللي بتأثر على المغنيسيوم ابزوربشن هو الاماونت اوف كالسيوم ان دايت. احنا قلنا الاثنين بي انتاجونايز ايتش اذر او بيبقوا بيحصل كومبيتيشن بين ذا تو، فكل ما يزيد واحد فيهم كل ما هيعمل اكسبريشن للابزوربشن بتاع الثاني. فيتامين دي بيبقى بيكزرت رول بس مش بنفس الاهميه مع الكالسيوم. الباراهرمون هرمون برضو والمغنيسيوم سيميليتي، وقلنا طبعا الفاكتورز اللي بتاثر في السيميليتي زيها زي الفاكتورز اللي بتاثر في السيميليتي اوف الكالسيوم زي البي اتش اوف السيستم، زي وجود الاكزاليت والفاكتيت والفاكتيت، وزي وجود الان ابسوربت فاتي اسيد اللي بتعمل كل الفاكتورز دي بتاثر على السيميليتي بتقللها وبتساعد على البريسيبيتيشن وبالتالي بتهندر الابسوربشن. بالنسبه للديستريبيوشن اوف فوسفورس، احنا كنا قلنا في الكالسيوم الديستريبيوشن بتاعه 99% منه موجود في السكيلت، لكن هنا في الفوسفورس بيوصل 80%، بالنسبه للمغنيسيوم بيوصل 70%. بقيه ال 20% بتاعه الفوسفورس هي اللي بتبقى ديستريبيوتد في البودي فلويدز وفي الاذر تيشو، بيبقى موجود مينلي انتراسيلولار وبيبقى موجود في صوره اورجانيك فوسفيت او ان اورجانيك فوسفيت. نسبه الاورجانيك فوسفيت دي بتبقى 8 مللي جرام على ديسي ليتر تقريبا، وبتبقى صورة فوسفوليبيد أو فوسفوبروتين، لكن الام اورجانيك فوسفيت بيبقى من 3 ل 5 مللي جرام على الديسي ليتر. طيب المغنيسيوم بيقول لي انه 70% منه هي اللي بتشير في السكيلتون، موجود في البون والكيس،